المحاضرة الخامسة، أهداف المحاضرة. عن شو راح نتكلم؟ راح نتكلم عن أداة البنتول، تعريف البنتول، شو هو الباث، طريقة استخدام البنتول وتطبيق عملي، وأدوات التقطيع، إريسر تول، سيسر تول، ونايف تول، شكل الكنترول بانل، أداة التعامل مع الباث. البنتول، تعريف البنتول هي أداة رسم الباث. طيب شو هو الباث؟ الباث عبارة عن خطوط مستقيمة أو منحنية مرتبطة ببعضها عن طريق نقط تحكم تسمى الانشر بوينت. إذا الباث هو لاين سيجمنت، جسم الباث هو الانشر بوينت يلي هي نقطة تحكم. اللاين سيجمنت له نوعين، خط مستقيم ستريت لاين، والخط المنحني كيرفد لاين. عندي نقطة التحكم سموث انشر بوينت، نقطة ناعمة، وعندي كورنر انشر بوينت، نقطة حادة. نقطة ناعمة كيرف، نقطة حادة مستقيم. اوكي، البنتول وأخواتها، الأدوات اللي بتتعامل مع الباث. عندي أداة رسم الباث، أداة إضافة نقطة تحكم انشر بوينت، إلغاء نقطة تحكم انشر بوينت، أداة تحويل نقطة حادة إلى ناعمة وبالعكس. بمجرد استخدام البنتول بالرسم تتحول كنترول بانل الى هالشكل اللي بيساعدنا بالتحكم بالباث بشكل اكثر دقه. لاحظنا هون كنترول بانل، عندي طريقه استخدام البنتول، هناك قاعدتين في استخدام البنتول لرسم الباث. اول واحده، كليك. أول شيء بنختار البنتول، بعدين كليك، خط مستقيم القاعدة الأولى، نقطة حادة ستريت لاين، نقطة حادة. أوكي، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كليك واسحب خط منحني. كليك وسحب أعطاني خط منحني، ونقطة ناعمة curved line وsmooth انشر بوينت. تكوين الباث، كما نرى بالشكل أن الباث بتكون من ثلاث أجزاء. جسم الباث بتكون من ثلاث أجزاء، جسم الباث والانشر بوينت وذراع التحكم. جسم الباث، ذراع التحكم الهاندل، والانشر بوينت. كلما زاد طول الهاندل زاد انحناء الباث.